وفاء عامر يعني، وانت عارفه بقى تاريخ وزمن لما تحب تدلق. بس يا استاذه منى والنبي، عشان هي مراره واحده، وفاء دي يعني مشاكل والله العظيم دمرت لي مرارتي سنين وسنين. وفاء بتقعد تحب في جوزها لدرجه اللي هو عارفه، شفتي جلجل ورؤيه؟ ايوه اهي دي رؤيه. لا والمصحف الشريف رؤيه كده والله. لا طب والله ايوه اكذب على ربنا يعني؟ اكذب على مش هتنكر. لا يعني احنا مش ضد الحب العميق، بس الدلقه وحشه. اكذب على ربنا يعني؟ لا وفاء أيوة. بتحب قوي. ايوه على فكره انت عملتي مشاكل كتيره جدا في اوساط الاوساط النسويه، وقلتي تصريحات يعني الحقيقه يعني ما تزعل. انا معاكي مع حضرتك، انا بتفق معاكي في الموضوع ده. انت زعلتي؟ اه وانا مضطره اضم صوتي لصوتك. دي طلعت في التلفزيون وفاء عشان انا مبقوقه. جوزي لو انا مبقوقه يا استاذه منى. ايوه قولي لي. هتكرسني. استني بس هيسقفوا تاني. بصي اقعدي هيسقفوا. دلوقتي احنا في عصر العقل فيه حلو، حقوق الانسانه لازم تبقى واضحه جدا. تطلعي في التلفزيون وتقولي اصل انا لو الراجل خان مراته، انا لو جوزي خان يبقى العيب فيا. الكلام ده ما ينفعش يا وفاء. طب انا اعمل ايه؟ انا اتخانقت معاها اليوم ده يا استاذه منى. انت اتضايقتي مع اللي اتضايق؟ انا اتضايقت مع اللي اتضايق. انا كنت مع اللي اتضايق. وقلت لها ترى مشيها من البيت. قلت لها يا وفاء لا، قلت لها يا وفاء لا، لازم يبقى اي ست يعني تحس انها اتخانت ما ينفعش تقول ان انا السبب، لان مفيش سبب للخيانه. فين حضرتك تيجي تقولي احنا مش قادرين نكمل مع بعض ولازم ننفصل؟ اللي عشان طيب. مش قادره اكمل. لا فض فوقي. وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. استاذه منى على رايي نغير الموضوع. ايوه عشان هنمسك في بعض في الحلقه وكده. مش مروحين في عربينا. احنا نهدي الاجواء وتسمعونا بقى رائعه ست وانا من مسلسل مكتوب عليا. مكتوب عليا. دي الناس كلها لما بتسمع صوتي في الاغنيه بيقولوا ايه ده ايه ده ايه ده، هي ايتم مالها بتغني كده ليه؟ اللي انا عايزه اوضحه من خلال البرنامج بتاعك يا استاذه منى، وده برنامج مكشاف بعد اذنكم يا جماعه. بس والله العظيم انا كنت هقدر اقول قلبك بطيخه صيفي قرعة، بختي وجاي في قرعه، والبطيخ كتير الله. بس رؤيه ما كانتش هتعمل كده. لا يعني رؤيه لما كانت هتدخل على ابن خالتها اللي بتحبه وبتموت فيه وتلاقيه واقف مع بنت زي القمر، هتقول له قلبك بطيخه صيفي قرعه بختي وجاي